شجرة التين تنتشر زراعتها في الأماكن التي تتميز باعتدال درجة الحرارة وجفاف الطقس، حيث يجب أن يختار المزارع نوعية التين المناسبة للمنطقة المراد الزراعة بها لكي تنمو بصورة جيدة. وتعتبر شجرة التين واحدة من الأشجار النادرة من حيث القدرة على النمو والتكيف في مختلف أنواع التربة والأوساط المناخية، حيث أنها تنمو في كل أنواع التربة تقريبا، لكن إن أردنا المنتوج الجيد والمردود الوفير فإن التربة الطينية العميقة هي الوسط الملائم لزراعة هذه الشجرة. يزرع التين على مسافات وخطوط متباعدة نظرا لحجمها الكبير عند النمو، حيث أنه يمكن لشجرة التين أن تعمر حتى 10 سنوات، فالمسافات المتباعدة تجعلها تنمو وتزهر. يحتاج التين من أجل النمو إلى وجود كمية كافية من أشعة الشمس، فنجد العديد من المزارعين يقومون بوضع شبكة مياه تعلو الأشجار لكي يتم غسيلها من الغبار المتراكم وللتسميد الورقي أيضا والمحافظة على كمية الرطوبة. كما أن نجاح طريقة الزراعة يعتمد على الري الغزير في الأيام الأولى من الزراعة، بعد ذلك لن تحتاج الشجرة للكثير من المياه، فنكتفي بريها مرة أو مرتين أسبوعيا لضمان نمو سليم. يحتاج التين للحماية من الآفات حتى لا يصيب الشجرة أي من الحشرات الضارة التي تتسبب في تلف لها، كما أنه يجب إبقاء الطيور بعيدة عنها، ويمكن وضع بعض الموانع للنمل لكي لا يتسلق ويفسد الثمار.